بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 45. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. قال: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان أو ظبيان أنه قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، يعني يقولها متعوذا من القتل خائفا السيف، فما زال يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ده يدل على أن من قال لا إله إلا الله يعني كان يعني مسلما، يحقن دمه وماله وعرضه، قد يكون منافقا ولكن حسابه يكون في الآخرة. فهي العاصمة، يعني من أتى بها يعني عصم دمه وماله وعرضه. قال في قصة مشابهة أيضا لخالد بن الوليد لما في فتح مكة، لما تبع ناس فأرادوا أن يقولوا أحسننا فقالوا صبأنا، يعني خرجنا عن دين الآباء والأجداد، فقتلهم يعني خالد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وأدى يعني ديتهم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، يعني 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم و9 في غزوات لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسل جيشا من المدينة فخرج في 9 غزوات. مرة علينا أبو بكر، يعني أمر عليهم مرة أبو بكر الصديق، ومرة علينا أسامة. وأسامة بن زيد كان نفس صلى الله عليه وسلم يأمره بعد أن قتل أبا، يعني في غزوة مؤتة في رجب، يعني سنة 8. قوله: وقال عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال: سمعت سلمة يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجنا فيما يبعث من البعث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة أسامة. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة اللي هو أسامة بن زيد بن حارثة استعمله علينا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله يقول الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، ولكن غير اسمه، أحيانا يقول حدثنا محمد لما حدث يعني بينهما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا حماد ابن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد: ونسيت بقيتهم، ولكن الحافظ ابن حجر افتكرهم وذكر هذه الغزوات. قوله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات، بضم المهملة اللي هي الحاء وفتح الراء، نسبة إلى الحرقة، واسمه جهيش ابن عامر ابن ثعلبة ابن مودع ابن جهينة. تسمى الحرقة لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك، ذكره ابن الكلبي.
أكثر فيهم القتل يعني. قوله أخبرنا حسين وابن عبد الرحمن وأبو ظبيان بالمعجمة للضاء ثم بالموحدة الباء اسم حسين بجندب قنوي أهل اللغة يفتحون الضاء أبو ظبيان يفتحون الضاء يعني المشالة من ظبيان وأهل الحديث يكسرونها فأبو ظبيان عند أهل اللغة وأبو ظبيان عند أهل الحديث. قول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلقة ليس في هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة مش واضح أنه أمره على هذا الجيش. وقد ذكر أهل مغازي سريد غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة وهي وراء بطن نخل وذلك في رمضان سنة 7 وقالوا إن أسامة قتل رجل في هذه السرية فإن ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك في رجب سنة 8 لما قتل زيد بن حارثة يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ويقول وإن لم يثبت ثم أرسله بعد ذلك يعني جيش أسامة جهز هذا الجيش ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وأنفذ أو أقصد جيش أسامة كان إلى البلقاء أيضا الأماكن المكان الذي قتل فيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. يقول إن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قال أهل المغازي وسيأتي شرح حديث الباء في كتاب الديات وفي تسمية الرجل المقتول إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث ب9 غزوات مر علينا أبو بكر ومر علينا أسامة بن زيد بن حارثة. أما غزوات سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم بينه في غزوة الحديبية وقد ذكر منها في الطريق الأخيرة من حديث الباب خيبر الحديبية ويوم حنين ويوم القرد وفي آخره قال يزيد يعني ابن أبي عبيد الراوي عنه ونسيت بقيتهم كذا فيه بالميم في ضمير جمع الغزوات والمعروف فيه التأنيس وكذا وقع في رواية النسفي بالميم وضبب عليه ووقع في رواية حكاها الكرماني ولم أقف عليها بعينها وهي أوجه الكرماني له شرح البخاري اسمه الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري 5 مجلدات تقريبا وهي أوجه. وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد في غزوة الفتح وغزوة الطائف فإنهما وإن كان في غزوة حنين هي الفتح قبل حنين الفتح في رمضان السنة 8 وحنين كانت في شوال من نفس السنة والطائف أيضا كانت ملاصقة لحنين لأن لم يقسم يعني الغنائم حنين وحاصر الطائف لم تفتح له وعاد بعمرة الجيران ثم قسم غنائم يعني حنين ثم أتوا بعد ذلك يعني مسلمين فرد إليهم خيرهم بين المال وبين النساء والأولاد فاختاروا النساء والأولاد فرده إليهم. فهو الطائف والفتح وحنين يعني قريبين يعني في خلال شهر أو شهرين. يقول في سند غزوة حنين فهما غيرهما وغزوة تبوك وهي آخر غزوات النبوية سنة 9 فهذه 7 غزوات كما ثبت في أكثر الروايات وإن كانت الرواية الأولى وهي رواية حاتم بن إسماعيل بلفظ 9 محفوظة فلعله عد غزوة وادي القرى التي وقعت عقب خيبر وعد أيضا عمرة القضاء غزوة كما تقدم من صنيع البخاري. طبعا غزوة يعني عمرة القضاء ما كانتش غزوة ولكن بعض الناس يسموها يعني غزوة فكمل بها 9. وأما ما وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق نصر بن علي عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث فقال في أوله أحد وخيبر ففيه نظر لأنهم لم يذكروا سلمة في من شهد أحدا سلمة الأكوع لم يشهد غزوة أحد كانت في منتصف شوال من السنة 3 وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر فيه أحدا والله أعلم. وأما البعوث فسرية أبو بكر الصديق إلى بني فزارة كما ثبت في حديث عند مسلم وسريته إلى بني كلاب ذكرها ابن سعد وبعثه إلى الحج سنة 9. وأما أسامة فأول ما أرسل في السرية التي وقع ذكرها في الباب ثم في سرية إلى أبناء يقول وهي من نواحي البلقاء وذلك في صفر
فوقفنا مما ذكره على خمس سرايا وبقيت أربع، فليستدرك أهل المغازي فإنهم لم يذكروا غير ما ذكرت بعد التتبع البالغ، ويحتمل أن يكون في حذف تقدير ومر علينا غيرهما. وأيضا فإنه لم يذكر في بعض الروايات للبعوث عددا. قول وقال عمر بن حفص أي بن غياث ومن شيخ من شيوخ البخاري ربما حدث عنه بواسطة، وده بالنسبة للشيوخ الايه كبار الشيوخ، يعني روى عنه بعض الأحاديث وفاته البعض الآخر فيروي عنه ايه بواسطة، اللي هو بيبقى في فرق في السن يعني، ولكن أحيانا بيبقى صغار الشيوخ بيبقى فرق قليل في السن بيبقى روى عنه يعني غالبا كل الايه الأحاديث. وهذا الحديث قد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي بشر إسماعيل بن عبد الله بن عمر بن حفص به. قال وغزوت مع ابن حريثة استعمله علينا، كذا أبهمه البخاري عن شيخي أبي عاصم، وقد ذكرت ما فيه في باب غزوة زيد بن حريثة، ولعل البخاري أبهمه عمدا لمخالفة بقية روايات الباب في تعيين أسامة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن مسعدة، يقال إن محمد بن عبد الله هذا هو الذهلي نسبه إلى جده، وهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد من فارس، وكان أبو داود إذا حدث عنه نسب أباه يحيى إلى جده فارس ولا يذكر خالدا. ويقال إن محمد بن عبد الله مذكور هو المخزومي، وجزم الكلابذي والبرقني بأنه الذهلي، والله أعلم. باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ثلاث فرسان، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، ده اسم كان فيه المرأة اللي معها الكتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح يفتح مكة أحد الصحابة ممن شهد بدرا، حاطب بن أبي بلتعة بعت رسالة لأهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغزوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بطريق الوحي فأرسل هؤلاء الفرسان من أجل أن يأتوا بهذا الكتاب، في أخبرهم أن في امرأة في روضة خاخ ضعينة يعني معها كتاب، قال فخذوا منها، قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا يتسبقوا يعني حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة لي المرأة قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها، عقاص اللي هو رباط الشعر يعني الربط بشعرها يعني من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا تسمى خيانة عظمى، يعني أن واحد يفشي سر الدولة لأعداء الدولة، ولكن شفع لهذا الصحابي أنه شهد بدرا، فوقعت هذه المعصية أنها كبيرة، وقعت يعني مكفرة أو مغمورة بالحسنات الكثيرة جدا التي نالها في غزوة بدر، فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. ملصق اللي هو مش من القبيلة، يعني كان مولى مثلا أن واحد من القبيلة اشترى واعتقه فصار ولاء للقبيلة، ما كانش من إيه من نفس القبيلة. يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك ما نسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي. يكون لهم معهم إيه عمل لهم جميل، يعني بحيث أنه هو إيه يكون يعني يحمون بهذا الجميل يعني قرابته. يقول ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلو واحد وصف واحد بأنه منافق غير على الشرع يعني فيكون معذورا، فقال إذا بدر منه شيء
يعني يدفع لهذا الظن، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة، يعني سورة الممتحنة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. قول باب غزوة الفتح أي فتح مكة شرفها الله تعالى، وسقط لفظ باب من نسخة الصغاني، وكان سبب ذلك أن قريشا نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية. صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة، فقريش نقضت هذا العهد، فلذلك ذهب ويعني فتح مكة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغزاهم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة أنه كان في الشرط من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل، بعدما عمل الاتفاق يعني قالوا من يدخل في عهد قريش ومن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل، فدخلت بنو بكر أي ابن عبد مناء ابن كنانة في عهد قريش، ودخلت خزاعة قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية، فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام. فلما كانت الهدنة خرج نوفل ابن معاوية الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ما يقال له الوثير، بيتهم يعني قتلهم ليلا، فأصاب منهم رجلا يقال له منبه، واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا القتلى، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية، طبعا خايفين النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيقاتل مع خزاعة. فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس في المسجد، فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونخضوا ميثاقك المؤكدة، وهم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا ألست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، أنه أجاب يعني لما استنصره وطلب منه النصرة، فقال له: نصرت. فكان ذلك مهاج فتح مكة. وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة، وإسناد حسن موصول، ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا دون ذكر الصحابي يعني. وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولا، قال فيه: لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وكانت خزاعة يعني في صلحه في جانبه يعني في الصلح، وبنو بكر في صلح قريش بينهم قتال، فأمدت قريش بسلاح وطعام فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم، قال: وجاء وفد خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى النصر، وذكر الشعر. وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا وليس فيه الشعر، وأخرجه الطبراني من طريق ميمونة بنت الحارث مطولا، وفيها أيضا أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلا وهو في متوضئه: نصرت نصرت، فسألته فقال: هذا راجز بني كعب يستصرخني، وزعم أن قريشا أعانت عليهم بني بكر. قالت: فأقمنا ثلاثا، يعني بعد ما جاء هذا الوفد من خزاعة مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يعني في المدينة، ثم صلى الصبح بالناس، ثم سمعت الراجز ينشده. وعند موسى بن عقبة في هذه القصة قال: ويذكرون أن ممن أعانهم من قريش صفوان ابن أمية وشيبة ابن عثمان وسهيل ابن عمرو، ودول أسلموا طبعا مع فتح مكة. قوله: ما بعث به حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم،
سقط لفظ به من بعض النسخ أي لعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، وعند ابن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبيدي عن عروة قال: فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب ابن أبي بلتاع إلى قريش يخبرهم بذلك، ثم أعطاه امرأة من مزينة. وفي مرسل أبي سلمة المذكور عند ابن أبي شيبة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: جهزيني ولا تعلمي بذلك أحدا. فدخل عليه أبو بكر فأنكر بعض شأنها فقال: ما هذا؟ فقالت له، فقال: والله ما انقضت الهدنة بيننا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنهم أول من غدر، ثم أمر بالطرق فحبست، فعم على أهل مكة لا يأتيهم خبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني أن يغزو الشمال سأل عن طرق الجنوب، يعني حتى لا يعرف الناس يعني وجهته. قوله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار، ولما ينقب على السماع يبقى في تدليس، فابن عيينة مدلس، ولكن كان لا يدلس إلا عن ثقات بخلاف سفيان الثوري. قوله: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، كذا في رواية عبيد الله بن أبي رافع، وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كما تقدم في فصل من شهد في فضل من شهد بدرا. قال: بعثني وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام، فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه. فذكر أحد الروايات عنه ما لم يذكره الآخر، ولم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدا، يعني بعض الروايات تقول أن علي والزبير وبعضهم معهم المقداد وبعضهم أبا مرثد الغنوي. وساق الخبر بالتثنية قال: فخرج حتى أدركاها فاستنزلاها، نزلوها من على الجمل أو الركوبة. فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر تبعا له، يعني كأنه هو أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وكل واحد معه واحد، حيث أن يشمل الأربعة المذكورين في مجموع الروايات. قالوا: فإذا بها ضعينة معها كتاب في أواخر الجهاد من وجه آخر عن علي، وتجدون بها امرأة أعطاه حاطب كتابا. جواب يعني. وذكر ابن إسحاق أن اسمها سارة، والواقدي أن اسمها كنود، وفي رواية سارة وفي أخرى أم سارة. وذكر الواقدي أن حاطبا جعل لها 10 دنانير، يعني على ذلك أعطاه 10 دنانير على أن توصل هذا الكتاب لأهل مكة، وقيل دينارا واحدا، وقيل أنها كانت مولاة العباس بن عبد المطلب. قوله: فأخرجته من عقاصها. قد تقدم في الجهاد بين خلاف ذلك وجه الجمع بين كونه في عقاصها أو في حجزتها. قوله: يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرسل عروة: تخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، وجعل له جعلا على أن تبلغه قريشا. أو جعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا. قالوا: إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي حليفا، وقد فسر بقولي كنت حليفا أكون من أنفسها. وعند ابن إسحاق: ليس في القوم من أصل ولا عشيرة. وعند أحمد: كنت غريبا. قال السهيلي: كان حاطب حليفا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزة، واسم أبي بلتاع عمرو، وقيل كان حليفا لقريش. قالوا: يحمون بها قرابتي، في رواية ابن إسحاق: وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليه. وسيأتي تكملة شرح هذا الحديث في سورة الممتحنة. وذكر بعض أهل المغازي وهو في تفسير يحيى بن سلام أن لفظ الكتاب: أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. كذا حكاه السهيلي. وروى الواقدي بسند له مرسل، طبعا الواقدي متروك يعني ضعيف جدا، وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة وابن أبي جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزو ولا أراه يريد غيركم، وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد. فدي رواية أخرى لنص الكتاب يعني حاطب. نقف عند باب غزوة الفتح في رمضان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.